أقر مجلس النواب بعض التعديلات على القوانين الضريبية والتي تشمل الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة وكذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة. من بين التعديلات أنه من أجل التيسير على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوية 10 ملايين جنيه، فقد وافق مجلس النواب على التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول، بحيث يعامل ضريبيا وفقا للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن تخل هذه الميزة بحق الممول في أن يحاسب ضريبيا وفقا للقواعد العامة إذا رأى أن مصلحته في ذلك.